طيب الفريق اللي انتوا بتيجوا تشوفوه اللي بيجوا يشرح لكم يوم الجمعه ده بيعمل ايه؟ ده مهتم ان هو ينقل لكم العلم بابسط وافضل طريقه ممكنه. ومع كل فريق من السكرتاريه في ممبر ديفلوبمنت اند كنترول، زي في اي شركه بيبقى عندنا شخص مسؤول ان هو يتاكد من جوده المنتج، واحنا جوده المنتج عندنا هو المحتوى الاكاديمي اللي بنقدمه لكم. فبالتالي انتوا دوركم اكبر بكثير من ان انتوا تلامذة بتتلقوا العلم. انتوا مش تلامذة، احنا في الاول وفي الاخر طلبه. انتوا دوركم ان انتوا تشاركوا، دوركم ان انتوا تتفاعلوا، دوركم ان انتوا تكتبوا آراءكم، دوركم ان انتوا تقولوا ايه اللي عاجبكم وايه اللي مش عاجبكم. بدل ما يشتغل على ان هو يديله اغاثات واعانات سريعا ما هتخلص، ولكن هو بيشتغل على تنميه اشخاص هيبقوا قادرين بعد كده على انهم يغنوا المجتمع عن الاغاثات دي. يعني ده ما نتمناه ويعني وبنسعى ان هو يحصل. ده حفل افتتاح مويك للسنه العاشره في تاريخها ولسنه 2015. حفل الافتتاح احنا بنبتدي بيه مشروعات مويك. سريعا جدا ايه هي المشروعات؟ عندنا المجالس الاكاديميه، مشروع جونيورز وده مخصص لطلبة الثانوية العامة، رفع الوعي عندهم عامة، ربطهم بأهداف يقدروا يحققوها، إيصال هوية شوية ليهم. مشروع جود ديدز أو النوايا الحسنة وده مخصص للأطفال الأيتام. التشاريتي وإن كان ده مش من رؤيتنا ولكن لازم الطلبة والأعضاء بتوع النموذج يحسوا بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الآخرين، فعندنا القوائف الخيرية بنعملها وليها هدف توعوي في النهاية إن هو يوعي الناس اللي في المناطق دي. المجلة بنحاول إن احنا نعملها من شباب لشباب فتوصل الرسالة بشكل فعال أكتر، بتوزع يعني مستهدف إن هي توزع على 5000 واحد، على 5000 شاب تحديدا في مرحلة الجامعة. أخيرا الإيفنتس اللي ده واحد منهم واللي على مدار السنة هدفهم إن هم يوصلوا رؤية مويك لتجمعات أكبر من الشباب غير الأعضاء. أخيرا وليس آخرا مويك برودكتس واللي بنبتديها النهاردة وهي منتجات هدفها تمويل المشاريع بقية مشاريع مويك اللي اتكلمت عنها. ابدأ معانا افهم التكاليف اللي عليك وساعتها هنبقى يعني مثلا الفروض لا يدخل فيها الرياء. يعني مفيش واحد نازل يصلي في الجامع مثلا فهنخاف من الرياء فهلبس طريق تخفى مثلا او كده علشان الرياء، مفيش رياء، ده فرض عليك انت بتعمل ما ينبغي ان يفعل. جاي ده حتى الصلاه فيها جيوه